أكدت تقارير أمريكية أن واشنطن ستمد إسرائيل بالأسلحة بمليارات الدولارات، وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار إلى إسرائيل حليفتها منذ فترة طويلة في صورة مساعدات عسكرية سنوية. وتأتي الحزمة في ظل مواجهة إسرائيل انتقادات دولية واسعة بسبب مواصلتها حملات القصف والهجوم البري في غزة، وفي ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية الأمريكية. رغم أسبوع من التوترات بين واشنطن وتل أبيب بشأن سلوكها في حرب غزة، إلا أن الولايات المتحدة قررت نقل أسلحة إلى حليفتها إسرائيل بقيمة مليارات الدولارات. حزمة الأسلحة المقررة تشمل أكثر من 1800 قنبلة MK84 ويبلغ وزنها نحو 900 كيلوغرام، و500 قنبلة MK82 بوزن يصل إلى نحو 225 كيلوغرام، بالإضافة إلى 25 طائرة مقاتلة من طراز F-35A. في غضون ذلك تعرضت عمليات نقل الأسلحة لانتقادات شديدة من بعض كبار أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث دعوا إلى أن تكون المساعدات العسكرية الأمريكية محدودة أو مشروطة بكيفية تنفيذ إسرائيل عملياتها العسكرية. وفي اجتماعه مع كبار المسؤولين الامريكيين، شدد وزير الدفاع الاسرائيلي يؤاف جالانت على ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لبلاده في الشرق الاوسط والاستعداد لتصعيد محتمل في القتال مع حزب الله اللبناني. ويقول خبراء عسكريون ان اسرائيل اسقطت عشرات الالاف من القنابل على غزة، وان الحملة الجوية كانت واحدة من اكبر الحملات كثافة في العصر الحديث. تناقض ملحوظ يغلب على الموقف الامريكي تجاه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ففي الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بتوجيه انتقادات لاذعة لأسلوب إدارة الحرب الاسرائيلية بالقطاع المكلوم، إلا أنها لا زالت تدعم عمليات الإبادة الجماعية في غزة باستبسال منقطع النظير بتزويد إسرائيل بالمزيد من الأسلحة المتطورة. تطورات متسارعة في إطار المواجهة بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإسرائيل من جانبها تتوسع في مناطق الاشتباك وامتدت جغرافيا في العمق اللبناني إلى الأراضي السورية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت قد أعلن أن إسرائيل ستوسع من حملتها ضد حزب الله اللبناني وتزيد من ملاحقاته في كل مكان، فيما يستمر الحزب في قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ. وهذا يعني الدعم ربما والإسناد إلى قطاع غزة بشكل لافت ومتزامن. تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود اللبنانية في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بفتح جبهة حرب ثانية جنوب لبنان، وفقا للمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. جيش الاحتلال أعلن إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه بلدة شلومي بالجليل الغربي، مشيرا إلى أنه رد بقصف مواقع الإطلاق، بينما دوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية بعد الاشتباه بتسلل لمسيرة من لبنان. من جانبه أعلن حزب الله قصف مستعمرتي غورن وشلومي ومقر قيادة كتيبة ليمان في الجليل الغربي، ردا على مجزرتي الناقورة وطير حرفة والاعتداء على الطواقم الطبية. كانت إسرائيل شنت غارتين جويتين على بلدتي طير حرفة والناقورة في الجنوب اللبناني أودت بحياة العشرات، بينما ذكر مصدر بحزب الله أن 7 مسعفين قتلوا في الغارة التي استهدفت مركزا إسعافيا تابعا للحزب. وزارة الصحة في لبنان أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية تخالف القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين. في غضون ذلك أعلنت الخارجية اللبنانية إرسال 22 شكوى ضد إسرائيل موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. وثقت الخارجية اللبنانية خلال الشكاوى خروقات إسرائيل للقانون الدولي، وحضت أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ولجم الانتهاكات للسيادة اللبنانية ومنع نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.
ويتواصل القصف المتبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر، إلا أنه منذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانية تستهدف مواقع لحزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة. ونتوقف مع تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جولانت مؤخرا بتوسيع رقعة الهجمات المستهدفة لبنان وأيضا العاصمة اللبنانية بيروت أبعادها وأصدائها. ومعنا من العاصمة اللبنانية بيروت دكتورة إيمان أشويخ الكاتبة والمحللة السياسية. يعني بعد التحية دكتور إيمان، يعني كيف يعني تنظرين إلى هذه التهديدات؟ هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ومترجمة على أرض الواقع منذ فترة، يعني من الملموس توسيع رقعة الهجمات الإسرائيلية استهدافها للعمق اللبناني، ما الجديد هذه المرة؟ تحية لك ولجميع المشاهدين. الجديد هو أن إسرائيل اليوم تحاول خلق سيناريو جديد للمواجهة مع حزب الله أو مع لبنان، يعني مع حزب الله لأن المواجهة هي فعليا مع الحزب وليس مع الدولة اللبنانية، وبالتالي هذا السيناريو قد يكون شبيه بمعادلة جديدة يعني تدحض وحدة الساحات، إنما من منظور إسرائيلي يقوم على أنه أينما تواجد قوات لحزب الله أو مخازن أسلحة أو شاحنات تقل هذه الأسلحة ستكون إسرائيل بالمرصاد وستستهدف هذه طبعا الأهداف التي تعتبرها منتشرة في الداخل اللبناني وفي الخارج. في الداخل هي بدأت اليوم تصل إلى كل المناطق كما قال وزير الدفاع يوف جالانت، من صيدا إلى النبطية إلى بعلبك إلى الهرمل إلى أيضا الحدود اللبنانية السورية القصير، في الداخل أيضا السوري في دمشق وفي ريف حلب، وأيضا الحدود السورية العراقية في البوكمال. وهذا يعني أنه وكأن إسرائيل اليوم بدأت يعني تخلق هذه المعادلة الجديدة التي تقوم على اصطياد القيادات العسكرية وقيادات حزب الله. ما الذي يعكسه هذا التغيير في قواعد الاشتباك، يعني في إطار هذه المواجهات يعني والمتبادلة بين الجانبين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ودوما بيكون في أهداف على السطح وأهداف غير معلنة، ما الذي تهدف إليه إسرائيل؟ يعني هل يقرأ دوما في سياق جر لبنان إلى يعني ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية دائرة حاليا في قطاع غزة؟ قد يكون ما تهدف إليه إسرائيل اليوم هو سيناريو يدمج بين نموذجين، نموذج غزة التدميري والتهجيري ولكنه سيكون محصور في الجنوب وعلى الشريط الحدودي والقرى الأمامية، والنموذج والمزج بين النموذج السوري القائم على زيادة الضربات لكل ما له علاقة بمواقع حزب الله، وشاهدنا منذ قليل أيضا ضربات استهدفت موقع لحزب الله في الداخل السوري. برأيي هذا النموذج الذي تسعى إسرائيل إلى إرسائه قد يكون مقنع أكثر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد طبعا توسع هذه الحرب بالتوافق مع إيران، وأيضا لأن حزب الله اتخذ هذا القرار منذ البداية، قرار الإسناد وعدم توسيع الحرب. ولكن الذي يثير أكثر المخاوف هي الرسائل التي تصل بشكل مباشر عبر القنوات الدبلوماسية العربية والغربية إلى لبنان، وآخرها كان من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي أتت إلى لبنان حاملة معها رسالة تحذيرية من أن طبعا إسرائيل قد تصعد عملها في لبنان وقد تكون هنالك عملية فعلا برية، وقد نكون أمام سيناريو شبيه بغزة. وربما هذا التحذير مرد برأيي أن عدم قبول أمريكا بعملية رفح وإيجاد خطة بديلة لهذه العملية قد يكون البديل لبنان، وبالتالي إرضاء لإسرائيل وخاصة بعد الخلافات التي حصلت مؤخرا
بين نتنياهو ورئيس الأمريكي جو بايدن، قد تكون هذه جائزة طردية، وقد يكون أيضا كل ما تتذرع به إسرائيل، وخاصة أن يعني مراكز الدراسات العسكرية اليوم، الدراسات الإسرائيلية تقول بأن أجواء إسرائيل تقول بضرورة شن عملية عسكرية على لبنان من أجل القضاء على حزب الله، على غرار طبعا هدف القضاء على حماس وتفكيك البنية العسكرية له. طيب سؤال دكتورة إيمان، يعني آخر وربما أخير، هل تملك إسرائيل رفاهية التصعيد على جبهتين، على الجبهة اللبنانية والتلويح وربما التهديد باجتياح بري لرفح الفلسطينية، بالنظر للأوضاع الأمنية، الأوضاع الاقتصادية لإسرائيل، وأيضا يعني الداخل الإسرائيلي المشحون، تبعنا يعني استقالات من مجلس الحرب، وهناك أطروحات أخرى يعني إسرائيلية لتغيير خطة نتنياهو وتشكيك في قدرته على إدارة هذه المرحلة. للأسف الشديد هنالك فرق كبير بين الشعارات وبين التمنيات وبين الواقع. أثبتت إسرائيل على مدى عقود، وخاصة في هذه الحرب التي لا تشبه أي من الحروب السابقة التي كانت سواء بين حماس أو بين فلسطين وإسرائيل أو بين إسرائيل وحزب الله، هذه حرب مختلفة جدا. أثبتت فيها إسرائيل أنها مستعدة لخوض حرب طويلة، على عكس ما كان يقال أن نفس إسرائيل في الحروب قصير. صحيح أنها تمتلك أقوى جيش في العالم، لكن نفس هذا الجيش قصير، ولكن ما شهدناه من إبادة جماعية وفاحشة المجاعة وكل المجازر التي قامت بها أثبتت أنها يعني مستعدة لخوض أي نوع من الحروب وأي نوع من العمليات من أجل الحفاظ على الهدف الأساسي وهو وجود إسرائيل، خاصة أنها شعرت بأن ضربة 7 أكتوبر هي كانت تهديد وجودي لها. لذلك اليوم الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عمن سيتولى هذه الحكومة بحال حصلت انتخابات جديدة، إسرائيل اليوم مصرة على تغيير الواقع سواء في غزة أو على الجبهة الجنوبية. لعل رهان على الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى وإن كان يعني سقف التوقعات متدني في هذا الشأن. دكتور إيمان الشويخ، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك على هذه المتابعة.